عشان كده يشتبك الإخوان مع الشارع ويتنكروا كل الوعود السابقة، ويظهر استعلاء الإخوان على الناس، فلم يقبلوا أي ملاحظة على أداء الإخوان في الحكومة أو في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى. وما لبث أن ترجم بعض الشباب المصري هذا الغضب إلى حراك شعبي تحت اسم تمرد، وتشجع عموم المصريين وكتبوا استمارات تأييد التمرد على مرسي وإقالته، وطلبوا بانتخابات رئاسية مبكرة. ووقع الإخوان في خطيئة العناد السياسي.